عسلامة. أهلا عسلامة. لباس؟ الحمد لله. اليوم باش نحكيو على المنافسة في العمل. المنافسة في العمل وما أدراك من المنافسة في العمل. اللي هي أنا في رأيي أنه المنافسة في العمل هي أساس تقدم الشعوب وتحذرها، لأنه لا يمكن للشعوب أن تتقدم وأن تتحذر وأن حتى اقتصاديا، معناتها باش دول تكون يعني في مستوى اقتصادي باهي وتكون معناتها البلدان عندها قيمتها في العالم، يلزم تكون المنافسة بالعمل موجودة، والمنافسة يلزمها تكون شريفة، مش كما احنا عدنا في تونس الحقيقة، خطر على جميع المستويات في تونس ثم منافسة بشكل آخر، يعني منافسة الحزن ومنافسة البغض ومنافسة كذا، يعني أنه جاري عمل حاجة يلزمني أنا نعمل خير منها ونحاول أني نحد منه هو باش معناه ما يعملش حاجة أخرى. معناتها هذه في أبسط الأشياء حتى بين الناس بينات بعضهم، حتى في القرى وفي الأرياف وفي كذا، مثلا أنه في الإدارة أنه وقت اللي صاحبك يكون معناتها يقدم في مجهود في العمل نتاعه، تبدا الناس كل تكلاشي فيه على اساس انه باش يطلع سكور نتاع الخدمه وكذا، وهم يحبوا يرتاحوا يحبوا كليماتيزي وكذا، وشيخين وواحد وقهوه ودخان وكل شيء. المنافسه مثلا في الكتابه، ترى انت مثلا تو في المجتمع التونسي اللي هو تو بعد محمود المسعدي وابن خلدون والناس اللي كنا نسمعوا بهم قبل واللي كانوا هما رمز البلد، وتو حتى كي تذكر تونس تذكر بالناس هذوكم، اخزر تو معناتها الوضع يعني الفكري والوضع الادبي والوضع كذا، لان المنافسه قبل كانت منافسه شريفه، اشكون يظهر اشكون يعمل احسن نص اشكون يعمل احسن فكره اشكون كذا، لكن للاسف تو اشكون يكلاش يخوه اكثر، اشكون يكون قريب من الاعلام اكثر، اشكون يكون معناتها قريب من السلطة أكثر، هذاك هو اللي يظهر. والدليل على ذلك أنه في العشريات الأخيرة، يعني في السنوات الأخيرة وفي العقود الأخيرة، ما عملناش حاجة باهية، ما خرجناش اسم يعني عنده قيمته ووزنه كذا في العالم أدبيا وفكريا وكذا. يعني المنافسة في العمل الشريفة، يعني المنافسة الشريفة في العمل هي أساس تقدم وتحضر الشعوب، لكن للأسف هو رأي ظهرت يعني التنافس الغير شريف مش كان في تونس، هي في جل البلدان العربية وفما حتى بلدان أخرى من العالم. للأسف هذه مربوطة بعقلية الشعوب. إذا كان احنا معناتها نحب نتقدم ونحب نتحضر ونحب نقف بالبلاد هذه اللي هي توا وضع الاقتصادي هكترا، معناتها عبادة تعاني بطالة كذا، الأسعار كيفاش غالية، بعض المواد مش موجودة لمدة أشهر، معناتها عبادة تضرب على السكر وعلى القمح في بلاد معناتها أرض خصبة وكذا، تونس معروفة ما تمر روما وكذا، هذا كله نتيجة لعدم المنافسة الشريفة وغيابها. لأنه إذا كان جد فما منافسة شريفة وفما يعني بين أطراف الاجتماعية وبين حتى السياسيين في حد ذاتهم، لأن السياسيين حتى المنافسة بينات بعضهم ما هيش منافسة يعني من أجل خدمة البلد ومن أجل يعني التقدم بالوطن ومن أجل كذا، بل هي منافسة من أجل أشكون يفك الكرسي، أشكون يكمبل الخوه أكثر، أشكون معناتها يكون عنده علاقة بأطراف أجنبية أكثر لأن يتسهلوا عملية يعني الوصول إلى الحكم وكذا. للأسف أني المنافسة في المجتمعات العربية وخاصة في تونس، أنا يعني ننطلق من تونس اللي هي أكثر بلد الواحد يهمه والوطن متاعه وكذا، أنه للأسف يعني المنافسة غير شريفة ومعدومة أصلا، معناتها تحكي له على منافسة توا معناتها في الزمن هذا ممكن يسخر منك، منافسة شنية؟ معناتها هات له شهرية وإدارة وشيخ معناتها وعنده 8 سوايع عديهم، ولو أنه مش عادة في 8 سوايع يخدم منهم درجين نهار كامل. أحيانا أنت توا تدخل المكتب بريد فيها 20 بوست، تبدأ واحدة اثنين يخدموا والأخرين مسكرين على رواهم، عامل كردونة ولا شنية ولا قدامه مخليها كيك. جل الإدارات التونسية تخدم بالطريقة هذيك، الصف في السخانة هذه عباد شادة صف وكذا، وين التنافس في العمل؟ الناس هذه اللي كان جو يتنافسوا في العمل راهو كل واحد كي يخرج الصباح يفكر أشكون يخدم أكثر، يعني أشكون يقدم للمجتمع أكثر، أشكون يرضي ضميره أكثر، لكن للأسف احنا نتنافسوا بشكون يرتاح أكثر في الإدارة وفي كل مكان يعني في تونس. لازم علاش يقولوا اللي يخدم على روحه ما يوصلش؟ أي. يخدم بضمير حنا. لا هو يوصل راهو، خاطر هو شوف احنا ديما نحسبوا فيها من جانب مادي، يصير له كامبينا كما نقولوا. بالضبط فهمتك، اي فهمتك. هو راهو شوف اللي يثبت على الحق ويثبت على الاشياء الجميله، يعني تكون يعني انه غايته انه يكون ضمير يرضي ضميره، انه يكون ذهنه صحيح يعني عقله نظيف وكذا، وانه يحب يقدم حاجه لغيره، لانه انبل الناس هو من يحب يقدم حاجه لغيره. صحيح
اللي يتصرف بطريقة هذيك واللي حب معناتها يخدم طريقة صحيحة وكذا باش يتعب، لأنه كما حكينا معناتها يكملولو باش يتعبوه باش كذا باش حتى ما حتى الترقيات وكذا توا بتكمبيل، توا ما عادتش ترقيات بمجهودك بالعمل وكذا، ترقيات بتكمبيل شكون أقرب من المدير، شكون أقرب من طلعة، شكون أقرب من الوزير، شكون أقرب من طلعة شني، أكيد باش يتعب. لكن إذا كان هو ضميره وغايته معناتها وأصله يدفعه على أساس أنه باش يكون مرتاح كيقدم حاجة للمجتمع وكيخدم حاجة صحيحة وكذا، أكيد مش باش يفكر صحيح الجانب المادي مهم باش يعيش باش يتحرك باش كذا، ما نجموش نستغنوا على الجانب المادي، لكن فما جوانب أخرى الإنسان إذا كان معناتها يكون صادق مع نفسه، يكون صادق مع مع مع, مع أنه يقدم حاجات للمجتمع هذا والبلد هذا، بالطبيعي جدا باش يكون نفسانيا مرتاح. عليهم هما الناس اللي تكمل والناس اللي تحب توصل معناتها بطرق غير شرعية، والناس اللي معناتها التنافس بيناتهم منعدم تماما، راهو ما يوصل كان صحيح معناتها ما يوصل مش بالمعنى المادي، انا للاسف ما نعرفش صحيح، راهو ثم ضغوطات اقتصاديه وفما معناتها مشاكل في العائلات، معناتها ما عادش الناس تخلط حتى على مصروفها اليومي، لكن راهو الاساس هو انك تكون صادق، انك تكون شريف، انك تكون صحيح، الماده يلزمها تكون موجوده لكن بشرف يعني نوصلوها، وهذا راهو مرتبط بعقليه الشعوب، اذا ما تغيرت عقليه الشعوب نحو الافضل اكيد ان الحاجات هذه باش تكون موجوده وتتوفر في المجتمع هذا، واكثر انت في المجتمعات الغربيه متوفره، انت ناس تتنافس شكون يخدم اكثر، انت ترى وزراء في الاوروب يطلع في المترو يركب على بسكليت، ما تعنيش المظاهر وما تعنيش الماديات وما تعنيه انه يوصل ادارته، تعنيه انه يوصل لادارته ويقدم خير من خوه، معناته يقدم خير من الوزير اللي يخدم معاه في وزاره اخرى ولا كذا، وانه يقدم حاجه للمجتمع نتاعو، هي مرتبطه بعقليه كامله، اذا كان العقليه تبدلت والمجتمع هذا معناتها اتجه نحو الافضل بعقليته، اكيد ان الاشياء كلها باش تتبدل، وراهي المنافسه الشريفه هي اساس كل اللي حكينا فيه معناتها. مرات نشوفوا مواطنين مش الكل يتذمروا من موظف يخدم بضمير. يتذمروا من موظف يخدم بضمير، معناتها المواطنين، معناتها الناس مش المواطنين الكل بالطبيعه. اي اكيد معناتها مش مثلا اللي عنده معرفه ولا حاجه باش يمشي يقضي حاجه في اداره يلقى موظف اداري يخدم بضمير يقول لك لا ما نعترفش بحتى شيء، تشد الصف، دونك في وقت المواطن يولي يتذمر. اي صحيح، والدليل على ذلك انه حتى في ثم ناس تحكي يقول لك انه قبل كنت بالرشوه نعدي اموري، بالكذا نعدي اموري، توا فما ضغط شويه، توا فما كذا شويه، يعني يحكوا على فترات معينه، هو الحقيقه ما تبدل شيء، انا ما ريت حتى حاجه تبدلت، بقيت الرشوه وبقيت هات وكذا ومدلي ونعطيك يمكن كثرت اكثر. يعني الموظف الاداري اللي يخدم ضميري يولي مشكله ساعات؟ يولي مشكله في نظرهم، لان هما مخخم خامجه حاشاك، معناتها ريت هذا معناتها هذه المجتمعات، علاش انت تحكي على بلد بارك وبلد يعني اقتصاديا طالع وبلد حضاريا متقدم وكذا، لانه العقليات شعوبها لا سياسي اساسه ما يغيروا حتى شيء في المجتمع في البلدان، من يغير البلدان هم المجتمعات، المجتمعات هي التي تغير البلدان، انت اخزر سنغافوره وتايوان، اخزر يعني الاقطار الصناعيه الجديده وكوريا والبلدان اللي طلعت توا واللي طلعت في العشر يعني في العقود الاخيره، طلعت لان مجتمعاتها راقيه، مجتمعاتها تقدس العمل، مجتمعاتها تقدس التنافس الشريف، مجتمعات يعني غايته انه يخدم ارضه، انه يخدم بضميره، انه يقدم حاجه في حياته، معناتها احنا غايتنا انه نجمع المال كهو، معناتها ما عدناش حاجة غاية أخرى، أصبحت يعني ظاهرة موجودة في المجتمع التونسي وفي عقلية التونسي أنه أجمع المال بأي طريقة ومهمتوش، معناتها مهمتوش فيها كيفاش تجي، أكيد معناتها الناس هذوما يتعبوا هما في حياتهم، الناس اللي يخدم ضمير واللي يحب معناتها يكون في خدمته منضبط، وأنا صدقني عندي برشا أصدقاء يحكوا لي معناتها على أساس أنه حتى تدخل الليسي، معناتها حتى في الليسي أحيانا الأستاذ اللي يبدأ منضبط وكذا، تصور انت يعني تصور انت مدرسين وفي التعليم مع كامل احترامي الجل المدرسين اللي هم منضبطين وكذا في الجامعه سواء في الجامعات ولا في المعاهد ولا في المدارس، توا تصور انت استاذ ولا معلم يبدا منضبط يبدو كل يخزروا له، اك تدخل مع الوقت، اك تروح مع الوقت، اك معناتها ما تضيع حتى دقيقه، في مشاكل معناتها هذا معناتها احنا انا مشيتك للاخر معناتها هذا من المدرسين، تشوف انت في الساحه الثقافيه معناتها واحد يكتب 3 كتب في 4 سنين، كيفاش معقول تا هو تكتب في 4 سنين 3 كتب ما تجيش، يزمك تكتب يزمك تخلي مسافة بين بعضهم باش طلع شنيا ويجيب لك مبررات، هو يبدا زميلك معناتها في الكتابة وصديقك في الكتاب، للأسف
مجتمعنا التونسي ما زال بعيد كل البعد على التنفس الشريف، ما زال بعيد كل البعد على التحضر والتقدم. مجتمع هذا يلزمه تتغير برشا حاجات، لأنه لا يمكن للمجتمعات أن تتحضر وأن تتقدم إلا بمجتمعات. شكراً.